تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالة هاتفية من ملك البحرين ورئيس دولة الإمارات وأمير قطر ورؤساء مصر وتونس وفلسطين، قدموا خلالها تهنئة بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام. وقد أعرب خادم الحرمين عن شكره لهم على مشاعرهم، سائلا الله يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح الأعمال.